مازلنا مواصلين في الاستضافات، باش نرجع نحكي مسرح ديما نمسك الختام، نخصه ختام الموعد اليومي من نسمة صباح للثقافة، والثقافة والفنون أبوها ولا والدها هو المسرح. هكا ولا أحمد؟ مرحبا بك، صباح الخير. معنا المخرج الشاب أستاذ المسرح أحمد حشيشة. أحمد تحياتنا ليك، ومن خلالك اللي معاك في مسرحيه المغامره الكل اللي باش نحكيو عليها اليوم. شنو هي هالمغامره هذه؟ ظهر لي مغامره بالحق، اسمع على مغامره. المغامره هي مغامره بالحق بطبيعه زياد. نعم. هي بطبيعه معناتها اللي ما يميز مسرحيه المغامره أي. ان هي مسرحيه مختلفه عن المسرحيات الكل. نعم. اول حاجه هو مسرح تفاعلي. أي. يعني الصغير الطفل او الولي اللي باش يجي يتفرج في مسرحيه المغامره أي. هو ماهوش مشاهد فقط. نعم. انما مشاهد ومشارك في العمل. يعني هو باش يشارك معنا في العاب دراميه أي. نضبطوها احنا بطبيعه، نكونوا مبرفين عليها وخادمين عليها الى اخره. بطبيعه تقراوا حساب تفاعل الاطفال في اطار البرايف نتاعك، في اطار النص، في اطار كذا. طبعا طبعا. وهذا جديد، هذا في من خلال الدراسه الاكاديميه. وانت استاذ مسرح مخرج المعهد العالي للفن المسرحي، قريتوه فما روايات حديثه؟ هو كان من 2014 هو أي. من 2014 هذا بدأ المشروع هذا في المعهد العالي للفن المسرحي. نعم. مع زميلتي يسرى العموري، ونوجه لها تحيه في هذه المناسبه. بحثنا مع الاساتذه والدكاتره وبحث معمق، وحلينا فرويد في علم النفس والعلم الاجتماعي. امامنا مجموعه من الصور والمعلقه لافيش تاع المسرحيه. اي تو نجيو بعد نقول لهم على المواعيد وقتاش الى اخره. دونك بعد البحث المعمق هذا توجنا بالعمل هذا اللي هي حاجه جديده في تونس. نعم. اللي هو المسرح التفاعلي. يعني كيفاش نجموا انه صغير يكون مشارك وليس فقط مشاهد. نعم. وما ينجم يكتمل العرض هذا الا بمشاركه الاطفال والاولياء. بطبيعه عندنا رسائل بيداغوجيه تربويه موجهه الى الاطفال. نعم. وعندنا ايضا رسائل توعويه موجهه للاباء حسب السلوكيات والعادات الخاطئه اللي عندنا احنا في تونس كيفاش نربي وصغارنا احنا. الفضاء المسرحي ينجم يكون عادي ولا لازم يكون ملائم لمثل هالنوع من العروض؟ الفضاء أحنا. المسرحي للمغامره بما انها هي مغامره أي؟ انه هو في اي فضاء ينجم يصير مهما عرض كان. مهما كان. نعم. في ساحه. نعم. في الشارع. أي؟ في عالشاطئ فوق سطح، المهم احنا عندنا دائره حلوه فوق السطح. مش مشكله. مش مشكله احنا. احنا التلميذ والصغار نحبوا نمشيوا له احنا. نعم. مش هو يجينا للقاعات العروض. هذا هو الاساس. قبل ما نحكيوا على المواعيد وعلى الفرص اللي تتاح للوليدات وللناس اللي مهتمين وباش يكونوا حاضرين ان شاء الله بكثافه، اعطيني المنجزين الان. انت مخرج المسرحيه. نعم نعم انا مخرج مسرحيه. نعم. نحب زاد نقدم تحيه للفريق العمل الكل. هذا هو هو شكيب الغانمي الممثل اللي كان باش يجينا اليوم لكن الالتزامات المهنيه ما نجمش يجي. نعم. عندنا غسان السويسي ممثل ايضا. هيثم المحمدي. زينب المرزوقي في المساعده في الاخراج. أي. رياض توتي في الاناره. وراضي الشوالي في التصميم الموسيقي. والتمثيل قلت لي تمثيل شكيب شكيب الغانمي، الغانمي. غسان السويسي. وهيثم المحمدي. وهيثم المحمدي اليوم كلهم اساتذه. اي طبعا من غير شك. وناخذوا فكره على موضوع المسرحيه، السينوغرافيا نتاعها كيفاش، هالطريقه التفاعليه باش تكون هذه في الاساسات. العروض هي بدات ولا ما زالت؟ هي بدات العروض طبعا. احنا هذا قدمنا عرض في ايام قرطاج المسرحيه. قدمنا عرض في مهرجان طفل ابن رشيق. قدمنا عرض في مهرجان المنصف حاج يحيى في مدينه الثقافه في المركز الوطني للفن العرائس. أي. وتوا حاليا فما امتحانات للاطفال بطبيعه ما نجموش خلي يكملوا عليهم. وبعد الجائزه نتاعهم هي يحضروا. وبعد الجائزه نتاعهم هم يحضروا ويمثلوا ونجيوهم احنا من غير ما يجيونا احنا. نعم. احنا تو نجيوهم على عين المكان ونقدموا لهم العرض ان شاء الله. نعم. بحول الله. اذا قلت لي الفكره اللي باش يتفرج في المسرحيه كيفاش، شو باش يلقى؟ شو باش يلقى؟ باه احنا اول حاجه نبداو المسرحيه هي سيركولير دائري. يعني الجمهور كله 360 درجه دائري. باه. ما عندناش لا كواليس لا الى اخره، الناس الكل تغزر لبعضها، الناس الكل قاعده. أي. جو احتفالي. نعم. نبداو المسرحيه نتاعنا ان احنا نطلبوا من الجمهور نفهموه الوضعيه نتاعنا شنو هي عندنا، عندنا شخصيه كذا وزوج شخصيات كذا، ما نحرقوا لهمش توا ما نخليهم يجوا يتفرجوا. بالطبيعه اكيد. وباش نطلبوا واحد من الجمهور انه هو باش يجسد دور فلان فلان. معين. معين. من الاول هذا. به. يرفعوا الاطفال اصابعهم، نختاروا طفل ارتجالي تلقائي. نعم نعم. يخرج لنا طفل نفهموه الوضعيه ونبداو الوضعيه نتاعنا. يعني هي زاد ما يميز مسرحيه المغامره ان هي كل مره فما حاجه جديده. نعم. خاطر ما تعرفش انت رده فعل الاطفال في وسط العرض. صحيح. يعني نجم يكون طفل يجيك تيميد ما يحكيش. اي خجول. انت حشام، انت كممثل
نعم. كيفاش باش تتعامل مع أيوة. الوضعية هذه خاصة اللي هو عرض مسرحي ماهوش تنشيط نعم. فما إيقاع متاع عرض نعم. إذا كان جاك واحد كثير الحركة كيفاش ستتعامل معه أنت كممثل هذا كله قارين لحسابه احنا نعم. وخدمناه ممتاز. فما الأعداد والصياغة ولا خليني أقول النص إذا كان صحت العبارة متاع شكون أحمد؟ النص متاعي أنا متاع نص أحمد إيه طبعا نص وإخراج نص والفكرة والإخراج نص والفكرة والإخراج صحيح. ممتاز. إذا المواعيد والعروض المقبلة الفضاءات والمواعيد فين باش تكون إن شاء الله؟ الفضاءات إن شاء الله تو حاليا ما عندنا حتى شيء. إن شاء الله نقول للسيادة المشاهدين أن هم يتبعوا صفحة التواصل الاجتماعي المغامرة المغامرة صحيح المغامرة بالعربية المغامرة باش فيسبوك المغامرة واضحة الحكاية. وإن شاء الله في القديم معنا جمعة في فيفري في فيفري إن شاء الله في فيفري فما عطلة متاع جمعة أي فما الأسبوع الأول إن شاء الله في هذيك إن شاء الله يكون عندنا عروض بإذن الله. نعم تحياتنا وتشجيعاتنا لكم ومواكبتنا إن شاء الله لمسرحية المغامرة التفاعلية فكرة ونص وإخراج أحمد الحشيشة وإنجاز في التمثيل وفي غيره ثلة من أساتذة المسرح والممثلين الشبان.